الصحيفة. إذن دكتور، هل سينجح بايدن هنا في ترميم ما هدمه ترامب برأيك؟ الرئيس جو بايدن يعول على الكثير من هذه القمة، بدليل أن هذه رحلته الأولى إلى الخارج، وفي العلاقات الدولية هناك معنى للرحلة الأولى عندما يصل زعيم ما إلى السلطة. هنا نتذكر أمر أن المحطة الأولى للرئيس ترامب عندما أصبح رئيسا إذا تتذكر كانت إلى الخليج العربي، فهذا يظهر أهمية دول الخليج العربي، حيث زار المملكة العربية السعودية كأول زيارة له خارج في الخارج خارج الولايات المتحدة. فزيارة بايدن لأوروبا يعول على الكثير في هذه الزيارة لأسباب كثيرة، منها مناوئته للصين، منها للقضايا التي ستطرح، منها لترميم ما دمره ترامب من علاقة مع الأوروبيين. هذه الزيارة هي المشاركة في ثلاث قمم كما ذكرت، السبع، حلف شمال أطلسي، القادة والمناخ. ايضا في زيارته الى قادة المؤسسات الأوروبية سيحاول إعادة التحالف مع أوروبا بشكل غير الشكل الذي تركه ترامب. ترامب إذا تتذكر كان يقول لن ندافع عنكم مجانا، يجب أن تدفع كل دولة ما هو متطلب منها كشريك في الناتو، أن تدفع 2% من مجموع دخلها كشراكة في حلف الناتو. فهذه الأمور أعتقد أنها من الماضي، سيعيد تعريف أمريكا للأوروبيين من جديد كما كانت من قبل، فهي عودة إلى الوراء، هذه الزيارة عودة إلى الوراء بإرجاع الأمور لما كانت عليه قبل مرحلة ترامب. المعضلة التي أمام بايدن هو العداء الصريح للصين أو المناوئة الصريحة للصين، اتهامهم بقضية كورونا، اتهامهم بالتطور في التسليح، اتهامهم بالحرب في التكنولوجيا. لكن الكثير من الأوروبيين لا يوافقون إدارة بايدن على ضرورة معاداة الصين بهذا الطرح الصريح. يعني هناك علاقات قوية مثلا بين الصين وإيطاليا، هناك علاقات تجارية بين بقية الدول الأوروبية والصين، فأعتقد أن هذه هي الإشكالية التي على بايدن أن يحاول حلها مع الأوروبيين، هي قضية التعامل مع الصين. نعم، إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من ماشية الصحافة. ما يسعني أن أشكر ضيفي الدكتور المحلل السياسي ظافر العجمي، شكرا جزيلا لك. العفو. الشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم غدا في حلقة جديدة، في أمان الله. We'll be right back.